لو هنتكلم على الفترة اللي فاتت او اخر مباراتين سواء بروكسي او حتى مباراة بيراميدز، برضو في عودة للعيبة اللي كانت غايبة عن نادي الزمالك، احمد فتوح كلنا كنا منتظرين عودته. فتوح ابتدى يعني تعرف اللعيبة ما يبقى بعيد لفترة لازم بيحتاج بياخد وقت ان فترة. هو يدخل فورمة الماتشات. شيكا شفناه في اخر مباراة بياخد لبعض الدقايق هو سيف الجزيري. فبرضو ثلاث لعيبة انت كنت مفتقدهم على مدار فترة كبيرة جدا، عودتهم مهمة جدا. بص يا كابتن، هي المشكلة ان نادي الزمالك اللعيب المميز فيه ملوش بديل، فلما بيغيب انت بتتأثر بتحس بتأثير كبير، بالظبط. اذا كان احمد فتوح بالاخص والجزيري. يعني حتة شيكابالا طبعا مهمة جدا، بس هنا على طول هنا عندنا زيزو، فتحس ان الامور يعني في حالة من الاطمئنان كبيرة. صحيح. لكن فتوح بيضطر ان انت تجيب عمر جابر تحطه هنا، وسيف كل الناس اللي موجودة ناس مجتهدة وكويسين، لكن ما فيش حد فيهم في نفس الليفل بتاع سيف، فوجودهم مهم جدا. انت بتلعب بمهاجم واحد كتير بقالك قد ايه؟ بقالك داخل في الشهرين كتير ناصر منسي ويوسف اوباما، يعني كتر الف خير الراجل قاعد يعني حللك على قد عشان ما يقدر. الداخلية بتحتاجه. لا حل واحرز اهدافه بالظبط وكسب الزمالك. بالظبط. لكن في الاخر انت ما تيجي توصل لماتش مثلا بأهمية ماتش السوبر الأفريقي، هيبقى سيف، هيبقى فتوح، هيبقى العناصر الأساسية. وزي ما بقول لك، للأسف نادي الزمالك ما عندوش البديل الدكة القوية اللي هتبقى مريحة حتى المدير هو. الفني. بص يا كابتن، خلينا نبقى متفقين ان عمر ما هيكون البديل على نفس المستوى بتاع اللعيب بس الأساسي، في فرقة بس تانية في نفس الوقت البديل يكون مؤدي جيد او قريب. قريب. لكن انا مش هلاقي بديل زي فتوح، لان هو اصلا فتوح هو رقم واحد في الحته دي في افريقيا على مستوى المحليين. بس انت لو عملت يا مصطفى تدعيمات ان شاء الله باذن الله بالنسبه لمجلس اداره خلال الموسم الجديد، لو عملت تدعيمات ان شاء الله بصفقات مميزه، هيبقى اللي بره زي اللي جوه، وده اللي بنشوفه في انديه تانية. هيخلي حتى الامور بالنسبه في للي جوه تنافس. بالظبط. لكن انا النهارده فتوح الغياب غياب اصابه، انا لما ارجع هلعب. هلعب، ممكن ارجع براحتي، ممكن ما ارجعش ابقى جاهز الجاهزيه المليون في الميه. فاهميه الدكه في كل الفرق اللي موجوده في العالم يعني درجه كبيره جدا جدا. فالعنصر اللي يجي ما يجيش عشان يكون رقم اثنين، بالظبط. يعني لا في حته انت جايبه اختيار اساسا الصفقات عشان هو يبقى عشان رقم يلعب واحد. بس. طيب لو هنتكلم على الثلاث لعيبه، ازاي يرجعوا لفورمتهم بشكل اسرع، سواء شيكا الجزيري فتوح، من خلال المباريات ايا كانت الجاهزيه اللي هيجهزوها. مفيش لعيب بيجهز ويرجع لفورمته الا من خلال المباريات، وما بشوفش يعني انا مش شايف ان في وقت افضل من الوقت ده في مباريات تقدر ترجع اللعيبه بتاعتك وتقدر تحسم موضوع الناشئين. صحيح. في اختيارك مين اللي هيكمل معاك، وفي عناصر كويسه، صحيح، واللعيبه البعيده تجهز. عشان كده الافضل ان يبقى في حاله من المزج ما بين الدمج ما بين اللعيبه لعيبه الناشئين الصغيرين بالظبط او الشباب واللعيبه واللعيبه الكبار. الكبيره. طيب